المعوق الوحيد لإعلان النصر بشكل كامل في أيمن الموصل وجود المدنيين في الأحياء المتبقية تحت سيطرة داعش، والذي يستخدمهم داعش كدروع بشرية في أرض المعركة، بالإضافة إلى أن الأحياء المتبقية تتمتع بأزقة ضيقة وغير منتظمة مما يصعب القتال فيها. التأخير الذي أخر إعلان النصر النهائي هو وجود بعض العوائل وبعض الفلول من داعش يختبئون بين السكان الامنين. اعتقد ما بعد داعش هنالك مسؤوليتين، مسؤوليه هو الحفاظ على روح النصر لاكمال تحرير تل عفر والحويجه، والمسؤوليه الثانيه هي الحفاظ على النصر من المتربصين به. وسنشاهدنا وسنشاهد محاولات خارجيه وداخليه لسرقه جهود المجاهدين. ويتوقع بعض المراقبين بأن إعلان النصر الحقيقي بتحرير مدينة الموصل سينعكس بشكل إيجابي على العراق وينقله إلى المرحلة المقبلة. المنجز كبير وما حققه أبطال القوات المسلحة بمختلف صنوفها وغيار الحشد الشعبي هو منجز على مستوى العراق ومستوى العالم، والحمد لله نحن في اللحظات الأخيرة من استكمال تحرير مدينة الموصل، وإن شاء الله في الأيام القادمة يتم استكمال تحرير كافة المناطق. هو عمل كبير وبشرى عظيمة ومنجز هائل إن شاء الله ينعكس على مستقبل العراق بالوحدة والتعاون والتكاتف والتآزر. تجدر الإشارة إلى أن القوات الأمنية تخوض اشتباكات عنيفة في المدينة القديمة بأيمن الموصل آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي في المدينة، حيث استعادت السيطرة على أغلب مناطق الموصل ولم يتبقى منها غير مناطق قليلة، وتمكنت من السيطرة على جامع النوري مركز الخلافة المزعوم لداعش الإرهابي في الموصل. أعلن الكل